بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لموضوع مجرى البول اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت، الحقيقة احب اتكلم شوية على اهداف الجراحة. اهداف الجراحة ببساطة شديدة جدا هي عبارة عن ثلاث اهداف وثلاث هدف في ثلاث اهداف. الهدف الاولاني اضيب مستقيم ما فيهوش انحناء خالص. الهدف الثاني ان يكون في ختان، ان احنا جلدة الطهارة خلاص بتتشال، الجزء اللي باقي منها لان احنا بنستخدمها في تصليح مجرى البول. الهدف الثالث فتحة مجرى البول في نهاية الأضيق، ده المكان وحجمها مناسب، مش ضيقة قوي ولا واسعة قوي، ده الحجم، وشكلها جميل قريب من اللي خلقه ربنا، ده الشكل. في اهداف بقى شوية يعني محدش يلاحظها قوي من الاباء والامهات، لكن هي هدف برضو مهم، اللي هو الحشفة اللي هي في آخر القضيب خالص أو رأس القضيب تكون شكلها برضو قريب من اللي خلقه ربنا. الأهداف دي الثلاثة دول لو ما تحققوش يبقى في مشكلة في العملية. طيب هتقول لي هو اللي بيعمل العملية دي جراحين أطفال، مفيش أي احتماليات إن يحصل عدم تحقق لأحد الأهداف دي؟ قليل مع اللي بيمارس الشغلانة دي كتير، وانا منهم وبحب جدا العمليه دي بالمناسبه، يعني اللي بيمارس الشغلانه دي كتير بتبقى الاهداف دي بالنسبه له بيزكس، هو بيتطور لاهداف ابعد شويه. لكن اللي بيبقى هدفه بس الوظيفه ما بيهتمش بكل الاهداف الجماليه، عشان كده لان اولادنا طبعا امانه في رقبتنا بنروح بيهم لاهل الاختصاص، وبنروح بيهم للناس اللي بتشتغل القصه دي كل يوم وكل ساعه. النقطة الثانية بقى المهمة جدا وتعتبر الأخيرة في موضوع مجرى البول، لأن أنا بحاول أختصره، موضوع مجرى البول ما هواش حاجة مقلقة إلا في حالات بسيطة جدا بشكل 10%، إن تكون فتحة مجرى البول ورا خالص ناحية كيس الخصتين، وساعتها بتبقى العملية فيها احتماليات كبيرة إنها تكون على كذا مرحلة، ممكن مرحلتين، ممكن ثلاث مراحل، لان ساعات بتبقى فتحه مجرى البول بعيده جدا. طب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ ده الكلام اللي هنقوله في اخر حلقه، والى لقاء اخر ان شاء الله.